Little do you know how I'm breaking while you fall asleep. Little do you know I'm still haunted by the memories. Little do you know I'm trying to pick myself up piece by piece. Little do you know I need a little more time. Underneath it all, I'm held captive by the hole inside. في الحلقة دي هنعرف ان مايا دخلت كلية اعلام، نور ويوسف دخلوا كلية علوم، ومحمد دخل كلية تجارة انجليش، وكلهم اتقابلوا في نفس الجامعة. مايا ومحمد، يوسف ونور، ايه ده؟ انتوا التلاتة؟ ايه ده، احنا دخلنا نفس الجامعة؟ نفس الكلية؟ اعتقد ان مش نفس الكلية بس نفس الجامعة. اعتقد بتهيألي. هو انتوا دخلتوا ايه؟ ده نكون كمان في نفس الكلية، دي حاجة كويسة قوي ان احنا في نفس الجامعة. تخيلوا نكون كمان في نفس الكلية. انا دخلت الصراحة كلية اعلام، انا للأسف تجارة انجليش. اوف، ده انتوا بعيد قوي عننا. مش بعيد قوي، قصدي يعني ان انتوا في كليات تانية. انا ويوسف في علوم. كلية علوم؟ واو، كانت فكرة جميلة قوي. ازاي ما خدتش بالي؟ كنتوا دايما بتحاولوا تلقحوا على كده. عندك حق، بس غبيه غبيه، نعمل لك ايه؟ كمان محمد كان بيلقح ان هو انجليش وما اعرفش ايه. ازاي ما فكرتش ان انت هتدخل تجاره انجليش؟ مش عارف، شفت بقى؟ وانا دايما كنت بقول لكم انا هبقى مذيعه، انا هبقى مذيعه، انتوا اغبيه جدا جدا جدا. انتوا انا اكتر واحده كنت بلقح. حرفيا احنا ما كناش بناخد بالنا من تلقيحات بعض من كتر ما احنا كنا متوترين احنا نبقى مع بعض ولا لا. الحاجه الكويسه ان احنا كلنا مع بعض، صح يا نور؟ ايوه. اوكي، انا اليوم حلو، اليوم هيبقى فتاك يا نور. انت متخيله ان احنا هنبقى في الجامعه سوا احنا الاربعه؟ بجد عندك حق. طب ايه اول حاجه هتعملوها؟ مش عارفه، هي الحصه هتبدا امتى؟ حصه المستر هيجي امتى؟ لا 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 لا، هبوس ايدك، هتفضحينا يا جماعه. انا لو البنت دي قالت اي حاجه انا ما اعرفهاش. مين اللي هيفضحنا؟ اسكتي 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 يا نور، اسكتي. امال اسمهم ايه؟ الحصه اسمها محاضره، اوكي. المستر اسمه دكتور، والديسك اسمه مدرج. يعني بصي، الكانتين اسمه كافيه، ماشي. وايه تاني؟ وايه تاني ممكن تبقي غبيه فيه؟ الواجب اسمه الشيت اعتقد. طب والمدير؟ مدير قصدك المعيد تقريبا؟ لا لا، عميد. عميد او معيد؟ مع عميد، مفيش حاجه اسمها معيد. عميد عميد عميد. ايه تاني حاجه ممكن تتخبطي فيها؟ مش عارف بصراحه. طيب خلاص، عايزه اتعرف على الناس اللي هنا. عايزه اتعرف على الناس اللي هنا. استني يا نور، استني، لازم ثانيه واحده وجاي لكم، عشان البنت دي اجتماعيه جدا جدا، لازم نوقفها. عن اذنك، هي ليه نور بقت بتتجاهلني؟ ساعة ما دخلنا تالت ثانوي تقريبا نور ما بقتش تبص لي اصلا. حاسه ان الامور اتبدلت تقريبا، اللي انا التجاهل اللي انا كنت بتجاهلها زمان، بس عشان كنت حاسه ان يعني لسه بدري على الكلام ده، اثر فيها وما بقتش معبراني دلوقتي اعتقد. على العموم اخيرا انا خدت الفرصه، انا كنت مستني اخلص بس الدراسه عشان ابدا اكلمها في الموضوع ده، ويمكن اتقدم لها وكده. بس لو هي بس يعني تعبرني ولا تديني وش. عموما يعني دخولنا الجامعة فرصة كبيرة قوي للموضوع ده، وانا شايف ان شاء الله هنجح، لان مش معقولة هتكون كرهتني يعني. وقدام البيت الجميل ده في حد واقف مستني بقيت اهله ينزل. يا ترى مين هو؟ بس الشخص ده مش هتتوقعه ايه اللي حصله، اتغير 180 درجة. اهلا وسهلا، لو سمحت كنت عايز اسأل على الشارع اللي جاي، هو اسمه ايه؟ لو سمحت. لو سمحت خلاص، مش عايزه حاجه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وايه ده؟ هم هي ازاي تيجي تسالني كده؟ هي مش شايفاني شيخ ولا ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، سبحان الله سبحان الله. هم ليه لغايه دلوقتي ما نزلوش؟ اطلع اجيبهم يعني ولا ايه؟ استغفر الله استغفر الله سبحان الله سبحان الله. خلاص هنقعد نستغفر ونسبح لغايه ما هم ينزلوا. اكيد مثلا جوزي بتلبس الطرحة ولا ليلي بتلبس الطرحة ولا حاجة. استغفر الله استغفر الله استغفر
الله استغفر الله سبحان 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 الله. يلا يا ماما يلا بابا زمانه مستنينا. يا سلام يا جوزي، ما انا اللي بقول لك كده من بدري. يلا ليلي، ايه كل التاخير ده؟ حرام عليك. وبعدين جوزي ايه يا بابا؟ في ايه؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ ايه يا جوزي؟ ايه يا بابا عملت ايه؟ مش انا الطقم ده عمته ايمي هي اللي جايبها لي امبارح. عمته ايمي؟ حد يلبس من ايمي حاجه؟ حد يلبس ايه ده؟ ازاي انت ولا ايه بنتي؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ جوزي ايه يا بابا؟ في ايه يا عمر؟ وانتي كم مره كم مره كم مره كم مليون مره اقول لك توبي وتنقبي بقى؟ توبي توبي. إيه عمر عايزه ايه؟ الناس بتتفرج علينا مش هنا، يعني ممكن تبقي نتخانق، يمكن ادي في البيت. مفيش نزول اصلا لو جوسي ما غيرتش لبسها. جوسي لو سمحتي بعد اذن حضرتك، انا ابوكي لو سمحتي. اهو بصي انا هادي جدا وبطلب منك بالراحه يا جوسي لو سمحتي. ما ينفعش يا حبيبتي تبقي لابسه المنظر ده، ما ينفعش. انت مسلمه يا حبيبتي، ما ينفعش ما ينفعش. ما تلبسيش حاجه من حاجات ايمي دي اللي بتبعتها، مالناش دعوه بيها. مي مجنونه ماشي، هي هتروح النار. انت هي لازم، انت بنتي يا حبيبتي. ماشي يا جوسي. حاضر. ويا ريت تتحجبي. حاضر يا بابا، انا مش رافضه فكره الحجاب والله العظيم، هتحجب باذن الله. ماما اتحجبت اهو، وكلنا هنتحجب باذن الله. حاضر، وانا كمان هتحجب معاكم. يلا يا جوسي يلا يا جوسي، بطلي هبل يلا. حاضر يا بابا. غيري تعالي. ماشي هستناكي هنا. حاضر. ما تحاول يا ماما، ما انت سكتي. اسمعي كلامه بقى. ماشي يا ماما، ما انت بتحبيه طبعا. ما هو بابا بقى. انت انا فرحانه بيك قوي يا عمر والله، اتغيرت مليون درجه، بقيت جميل. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ايه وانا على فكره انا ليلي. ما انا عارف انك ليلي، بس الناس هتقول عليا ايه؟ ما ينفعش اضحك لمراتي في الشارع. لا ما هو ده هبل بقى اكيد. بهزر يا ليلي بهزر. المهم شكلك جميل جدا يا ليلي بالحجاب. شكرا. انا عارف ان ده اول سنتين ليكي بالحجاب، بس برضه شكرا. فين البنت جوسي؟ راحت تغير هدومها. اه صح، بفكر اظبط دقني شويه بس. لا 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 استغفر الله استغفر الله، انا شيل دلوقتي في الجامع، فمش فاهم انا يعني ايه اللي انا بقوله ده، بس كان نفسي يعني اظبطها. فاهمه فاهمه، انا مش قصدي فاهمه فاهمه. يا عمر في ايه؟ انت ما نمتش النهارده كويس ولا ايه؟ انت امبارح كنت كويس. ماشي يا حبيبتي. اهو يا بابا، ها كده حلو كده كده. قمر 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 كويس الحمد لله. يلا بينا بقى عشان نشوف هتروحوا فين دلوقتي. لو سمحت كنت بسأل على الشارع اللي جاي. هو يا جدعان مفيش حد عارف الشارع ده غيري. خلاص خلاص والله العظيم. في ايه؟ انا اسف. في ايه يا عمر؟ قلت لك مليار مره تنقبي تنقبي، لازم تتفرج عليكي. تنقبي بقى، اخلصوا على العربيه بسرعه قبل ما حد يشوفنا تاني. يلا يا جوز يلا يلا. اولادي الحلوين، ها ها، انا جبتكم مصنع مصنع مطعم مطعم مطعم، ها علي ما تخافوش، هما مش للدرجه دي. صح يا ولاد، انتوا هتسمعوا كلامنا، احنا باباكم ومامتكم هتسمعوا كلامنا، هتعرفوا عارفين يعني ايه نقعد ساكتين. صح، ها الحمد لله، هما ما بيردوش معنى كده ان هما ساكتين. يلا يا علي هناكل وهنمشي على طول. ماشي يا ولاد عشان ما تشبطوش، ما تتفرجوش علينا قوم تلاقي لها الله. ماشي بسم الله. بصي ايديكم، ما انت تعملوا شقاها. بصي ايديكم بس يا حالي، مش هنا انت اللي هتنهار كده. لا انا راجل. يلا داخلين بكرامتنا لغايه دلوقتي. لا 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 بابا ماما بابا في كلب اسود بابا، بس هناك بيجي ابره بابا. بس اسكتوا، انتوا بتتفرجوا علينا بس. لا 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 بطلوا 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 بطلوا. ماما 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 ما بيشدش عليا. انت كداب، ما بيشدش عليك. بس بس اسكتوا اسكتوا ارجوكوا. في المايه تاخدها بالكنز يا ربي. ماما 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 ماما. لو سمحتوا سكتوا ولادكوا كده، ما ينفعش. في ايه؟ انت مين؟ انت مين؟ شكلك وحش. ايوه شكلك وحش يا بص، عامله زي ولاد. شكلك وحش شكلك وحش. الله كرسي. المطبخ من هنا، تعالى ندخل. انا اسفه جدا على اللي بيحصل بجد، مفيش اي سيطره عليهم. بصوا هم ولادها اصلا مش ولادي. كذاب كذاب،
هم ولاده اصلا. انا ما اعرفوش انت مين، ابعد عني. جوليا خلاص بجد، احنا بجد اسفين جدا على اللي بيحصل. مستحيل اقعد في مطعم وانتوا فيه. يلا يا بابا. بابا عندها حق، احنا لازم نمشي. فعلا فعلا احنا اللي جينا المطعم ده، لو سمحتم. يلا يلا يا بنتي. مين دول؟ وين اللي جابوا مين؟ ايه ده؟ فين كمان الناس اللي كانت قاعده هنا؟ بالراحه عليا. بصي انا تعبانه، انا ما بنامش حضرتك. انت بتقولي انت مسكتيهم لحظه واحده بس، ازاي تدخلوا اطلعوا انتوا واولادكم بره لو سمحتوا. المطعم ده مش الاماكن بتاعتكم. بس انا كان نفسي افسحها، ممكن طاقتهم دي تخلص. حضرتك انا هنا، هو مش حضانه هي. اتفضلي اطلعي ودي ولادك حضانه، وتعالي اتفضلي كلي، لكن انت ولادك ممنوع تدخلوا، اتفضلي اطلعي بره. يلا يا جوليا، انت جبت لنا الكلام يا جوليا. ده انا سايبه انا عرفت ليه قصدي ميلا ما جاتش. انا قعدت اقول لميلا تعالي معانا تعالي يا ماما معانا، قالت لي لا يا ماما مستحيل اجي معاكم. انا مالي بميلا ولا مش ميلا، مين ميلا دي اصلا؟ اتفضلي اطلعي بره دلوقتي حالا لو سمحتي. خلاص بالراحه عليا، اتفضلي اطلعي بره. انت شكلك كمان وحش، انت شكلك كمان وحش، انت شكلك كمان وحش. خش بقى فرضت علينا وعملت لها. انا مش عارفين نقعد في مكان عادل من كل الله من كل الله. عدوني لو سمحت. البنت اللي شكلها وحش. ايوه البنت اللي شكلها وحش، البنت اللي شكلها وحش. كفايه بقى، كفايه. يلا مع السلامه. سلام، اسفين جدا. ايمي امتى تيجي بقى؟ عشان ايمي لو اتاخرت اكتر من كده انا مش شايف، ومش شايف حتى بالنضاره. كل ما اعمل نضاره مش شايف بيها. صباح الخير يا استاذ محمد. مش شايفك. حضرتك اسمعني يا استاذ دكتور محمد، واقول لك على اللي حصل عشان في موضوع خطير. ما هو انا مش شايفك. اتصل لي بايمي لو سمحت. يا استاذ محمد ده مش كل شويه اتصل لي بايمي. هو ايمي عينك دي؟ ايمي عينك. قولي لو ايمي عينك قولي، عشان انا مرميش نفسي من شباك المستشفى. مش عايز انتحارات في المستشفى بتاعتي لو سمحت. واتصل لي بايمي حالا. بدل بص والله مش هرد عليك. لو سمحت اسمعني، بقولك اسمعني. انت هتسمعني، انا هقولك موقف حصل وانت حضرتك تشهد عليه بودك. مش سامع ومش شايفك. مش شايفك يا فتحي. انا اصلا مش فتحي. شفت بقى ان انا مش عارفك؟ شفت. اتاكد دكتور محمد، حضرتك اكيد عارفني بس حضرتك اكيد بتحب تهزر. دكتور محمد المستشفى حضرتك لازم تسويني، عشان في حاجه بخصوص المستشفى حضرتك لازم تسمعني. مش عايز ده لي ايمي، هي ايمي عيني. انا عايز ايمي لو سمحت. ايمي عيني اصلا. وانت مالك هي ايمي عيني وانت مالك؟ مش ردد عليك غير لما تجيب لي ايمي. ايمي حضرتها جايه في الطريق، هو الموضوع كله بسبب ايمي اصلا. ماليش دعوه، مش عايز اسمعه. ما تحمسنيش عشان ما اقولكش كده كده مش هسمعه غير لما ايمي تيجي تشوفك وتقول لي انت مين. انا مش شايفك. طب ما الاسهل انا اقولك انا مين. مش عايز اعرف منك ولا كلمه. مش شايف ومش سامعك اصلا. اهلا وسهلا، جيت. معلش تعطلت شويه. ايه يا ايمي انت اكيد كله حرام عليك، اتفرجتي عليا الناس. ليه ايه اللي حصل؟ مش شايف تاني، النضارة باظت تاني يا محمد. ده احنا لسه ما عاملين النضارة دي امبارح. حرام عليك، في ايه بقى؟ انا مش عارف بجد النضارات اللي احنا بنعملها دي بيها، ولا احنا بنروح مصنع بايظ ولا ايه؟ وريني النضارة ما فيهاش اي حاجة، بس انت اللي بقيت اعمى بجد. ربنا يسامحك، انا مش هتكلم معاكي. المهم شوفي لي الراجل ده مين وعايز ايه. نعم انت مين انت اصلا؟ انت شغال عندنا من امتى؟ انا اللي منقول المستشفى جديد اول امبارح. بقالي شهر هنا حضرتكوا. شهر وانا معرفكش؟ استنى افتكرتك. عايز ايه؟ هفتكر اسمك. عايز ايه؟ المهم في موضوع خاص لمحمد لو سمحتي، انت مالكيش دعوه بيه. نعم قصدي حضرتك هتعرفيه قبل محمد. مع محمد بس كده. محمد حفر دكتور. ايوه انا درست 9 سنين طب. انت عايز ايه؟ ما تقولي يا دكتوره بفلوس يعني لما تقولها. مش يا دكتور ودكتوره. اتفضل نور. انت بجد عايزه تدخلي المحاضره؟ ايوه عايزه اجرب اول محاضره ليا. انت عايزه ايه؟ انت بجد؟ لا بجد لا بقى بجد. وايه اللي؟ لا انا انت بجد جايباني عشان كده؟ لا بقول لك انا نازله اقف مع محمد ومايا تحت. محمد ومايا نفسهم مش هيدخلوا اول محاضره دي. ماشي انا عايزه ادخلها، واحنا الاثنين مع بعض احنا مالنا بيهم يعني. انا وانت في نفس الكليه، احنا كلنا في نفس الجامعه، بس انا وانت في نفس الكليه يعني. هما كده مش معانا، مش هيبقوا معانا في نفس الفصل. اسمه ايه؟ مش مهم، مش عارف. المهم يعني المدرج، قولي المدرج وخلاص. ماشي ما علينا، هما مش معانا في نفس المدرج. بقول لك ايه، انا نازله اقف معاهم. عايزه تيجي معانا؟ تعالي. عايزه تدخلي المحاضره؟ ضحي يا دحيحه. هدخل. غبي غبي غبي.
كنت هتقعي. خلي بالك، ايه ده حد يدخل كده؟ ما تركزي، انت ما كنتيش بص قدامك ولا ايه؟ انت غبية؟ لا لا، انا كويسة، انا تمام، مفيش حاجة، عادي يعني. هو بس اخويا يعني، هو في حاجة؟ مفيش حاجة، انت اللي في حاجة، انت بالك في ايه؟ ولا حاجة. عموما ممكن اعدي؟ اكيد، اتفضلي. Little do you know how I'm breaking while you fall asleep. Little do you know I'm still haunted by the memories. Little do you know I'm trying to pick myself up piece by piece.